أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم الصلاة بالبنطال؟ يقول أحسن الله عليكم: ما حكم الصلاة بالبنطال؟ ما يستر العورة تصح الصلاة فيه، لكن إذا كان البنطال فيه تشبه وهو ليس من عادة البلد يتجنبه، يلبس ما يلبسه أهل البلد. وكذلك إذا كان البنطال ضيقا ولا يتمكن معه من الجلوس والركوع والسجود على الوجه المطلوب يتجنبه. نعم.